أحسن الله إليكم. يقول فضيلة الشيخ: إنني أعمل راعيا في البرية، وقد تحدث معي جنابة، فيكون الماء باردا والجو باردا، ولا يوجد عندي شيء أحمي فيه الماء كي أغتسل، فأتأخر حتى تطلع الشمس ويدفع الجو ثم أغتسل، لكنها تذهب علي صلاة الصبح، فما توجيهكم لي جزاكم الله خيرا؟ عملك هذا لا يجوز أن تخرج الصلاة عن وقتها من أجل برودة الماء. الواجب عليك إن كان أمكانك أن تسخن الماء أن تسخنه وتغتسل وتصلي في الوقت، وإذا لم يمكنك تسخين الماء وخفت على نفسك الضرر من برودته فإنك تتيمم بالتراب، تتيمم بالتراب وتصلي كما فعل عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه لما أصابته جنابة وهو في سرية في سفر وخشي على نفسه من برودة الماء، تيمم وصلى بأصحابه وبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأقره على ذلك. نعم.